مساء الخير على الناس اللي بتذاكر واخدة الدنيا جد. مساء الخير على الناس اللي قاعدة عمالة تدور في اليوتيوب عشان تدور على أفلام تعليمية عشان تستوعب بيها الأوفثالمولوجي طارق البرنبوري برحب بحضراتكم في الدرس الرابع من اللاكريمال سيستم. خلصنا من فضل الله الأناتومي والبريكورنيال فيلم تير وبعدين الـ اوف of the جلاند Gland Diseases of نبدأ بصورة التأمل وهي صورة مشهورة للفنان أسباني. اللي عندهم فكرة عن الفنون بيعرفوا إنها لوحة مشهورة ولها قصة عجيبة هي لوحة زيتية رسمها الفنان الأسباني جوفاني لطفل لقاه بيعيط في شوارع مدريد وأخبره كاهن إن اسم الطفل بونيو وسبب بكاؤه هو إنه منزله اتحرق بالكامل وشاف أبوه وهو يتفحم في الحريق تبنى الرسام الطفل الصغير دوت ورسم له عديد من اللوحات بأوضاع مختلفة وباعها حتى أصبح من أشهر الأثرياء كراء بيع هذه اللوحات وفي مرة من المرات رجع جوفاني للبيت فوجده محترقا كله بما في ذلك أشهر لوحاته ما عدا لوحات الطفل الباكي فاتهم جوفاني الطفل بونيو بإحراق منزله متعمدا إلا أن الطفل هرب من المنزل ولم يعرف عنه شيء والعجيب إن الطفل مات محترقا لما بلغ سن 19 سنة واحترقت عشرات المنازل التي كانت تقتني لوحة الطفل الباكي وتفحمت بأكملها إلا لوحات الطفل الباكي والأعجب إنه في 2006 قام مجموعة من الطلاب الهولنديين المعجبين باللوحة بمحاولة تجميع نسخ اللوحات اللي تقريبا 27 نسخة للطفل الباكي بهدف وضعها في موقع الكتروني وتم وضعها فعلا ولكن الموقع اختفى بعدها تماما الناس اللي بتحب البكاء وبتهتم بيه الصوره دي فكرتهم بانواع البكاء انواع البكاء هو البكاء لانواع ايوه البكاء لانواع ودور في الميديا عنها وانت تعرفها الصوره دي على فكره صوره نوع من البكاء اسمه البكاء الصامت او السايلنت تير والبكاء الصامت دائما ما يخفي أعنف أنواع الألم وأعلاها صوتا وعلى فكرة البكاء الصامت اللي هو السايلنتير وحاجة تانية كمان اسمها الويبينج وده نسخة لطيفة من البكاء فيها تدفق مستمر من الدموع مع بعض أصوات مسموعة طفيفة من الضيق النوعين دول هم أكثر أنواع البكاء تحريكا للمشاعر لأنهما أكثر أنواع البكاء إثارة للتعاطف وأقلهم إثارة للشفقة عايز تكسب اللي قدامك ثير التعاطف معك ولكن لا تثير الشفقة بعضنا صورة فكرتهم ببكاء الأطفال والنساء على الشهداء والمظلومين والمبعدين والمطرودين من أوطانهم ظلما وعدوانا اللي بيقرا العهد القديم الصورة دي فكرته بالآية اللي بتقول الدموع صلوات تصعد للرب عندما نعجز نعجز عن الكلام. Tears are prayers to they travel to God when we cannot speak. بعدين الصورة فكرته بالسحاب والمطر. The rain falls when the sky can no longer handle its heaviness just like tears they fall because the heart cannot no can no longer handle the pain اخرين منا افتكروا ماما وطلبوا لها الرحمه حيه او ميته لانها تحملت بكاء حضرتك او حضرتك من ساعه ثلاث ساعات يوميا لما كنت صغير ده لو افترضنا ان حضرتك او حضرتك كنت من النوع اللطيف اللي ما بيعيطش اكتر من المعدل الطبيعي يا دكتور طارق ايه علاقة الصورة بدرس النهاردة النهاردة هندرس درس العيون الدامعة او watering of the eye والwatering of the eye يعني الاوفر فلو اوف تيرز اوفر ذا اي واحد الدموع بتاعته تطلع من عينيه وتنزل على تشيك يبقى دوت اسمها ووترنج اوف ذا eye والحقيقه في ناس بتحب تقسمهم لحاجتين اوفر برودكشن يعني اللاكرمال تير بتتفرس كتير وساعات في الولد في الوقت دوت بيسموه لاكرميشن او ان drainage درينج يعني الباث واي بتاعها اتقفل شويه وفي الحاله دي بيسموها إبيفرا وفي بعض الكتب في الاوبثامولوجي بتقول ان الإبيفرا واللاكريميشن حاجه واحده بعض الناس بتقسمهم اوفر برودكشن اندكوت درينج والتانيين بيقولوا لا ده اللاكريميشن هي سينونيمز او نفس الاسم بتاع الإبيفرا لو اتسالت يعني ايه وترينج اوف ذا اي هتقول هي اوفر فلو اوف تيرز اوفر ذا تشيك والحقيقه كلمه اوفر فلو يعني تفيض فيضان وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الدمع في القرآن ذكرها بكلمة تفيض لما وصف الأحبار والرهبان الذين عرفوا الحق الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال فيهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ولما وصف المسلمين الفقراء اللي اعتذر لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يجد ما يحملهم عليه في الجهاد تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا كلمة تفيض أو الأوفر فلو لو سألت كلاسيفيكيشن بتاع الوترنج اوف اي اي هنقول اللاكريميشن والابيفرا واللاكريميشن زي ما يكون عندنا حوض فتحنا الحنفية أكتر من استيعاب البلاع يعني اوفر برودكشن اوف تيرز بينما الإبيفرة هي عندنا حوض اتسدت البلاعة بتاعته علشان كده حصل اوفر فلو اوف تير as a result of inadequate drainage of tear وزي ما قلنا بعض المراجع بتعتبر اللاكريميشن والابيفورا حاجة واحدة اول جزء في الوترنج اوف هو اللاكريميشن والحقيقة اللاكريميشن انواع كتيرة فيسيولوجيكال لاكريميشن سايكيك لاكريميشن او ايموشنال لاكريميشن ريفلكس لاكريميشن pathological reclamation and lacrimation due to using of drugs. The physiological lacrimation هو lacrimation بيحصل مع physiological process زي لما حركت كح عنك يعني تدمع يبقى ده physiological lacrimation مع the coughing مع the sneezing مع the تثاؤب مع الفوميتنج، واحد يتقايا لا قدر الله عينه تدمع، كل ديت فيسيولوجيكال لاكريميشن السايكولوجيكال لاكريميشن او الاموشن لاكريميشن اللي بيحصل الدموع اللي بتحصل مع الاموشن سواء كنت حراك فرحان او زعلان النوع الثاني الثالث اللي هو ريفليكس لاكريميشن وده بيحصل نتيجة استيموليشن of the nerve ending of the trigeminal nerve بالذات الافسالميك ديفيشن of the trigeminal بيحصل عند ريفليكس لاكريميشن الافرنت بيبقى ترايجينال نيرف والافرنت بيبقى الفيشيال نيرف الريفلكس لاكريميشن بيحصل في حالات الكورنيال ألسر والكورنيال فورين بودي كونجكتيفايتيس او ايريتس مع وجود الايرتانتجاز او الرياح الشديده باثولوجيكال لاكريميشن ودوت لاكريميشن occur in the early stage of disease of the lacrimal gland إذا كان عندنا inflammation في lacrimal gland أو tumor في lacrimal gland يحصل معها excessive production of tear وده بنسميه pathological lacrimation آخر أنواع lacrimation هي lacrimation due to use of drugs وعادة بتبقى local أشهر drugs تعمل lacrimation هي ال parasympathomimetic البايلوكاربين والإزرين أو السمباسوميميتك which stimulate accessory lacrimal gland. تاني جزء من الوترنج اوف ذا اي هو الابيفورا وعايزين نعرف ايه اسباب الابيفورا هنقول ان هي due to disturbance of tear passage. نعرفين ان الشارب posterior border والاوربيكولاريس ماسل important for drainage of tear. بعد كده الباسج نفسها اللي هما التو بانكتاي تو كانيكولاي والاكريما ساك والنيزو لاكريما دكت اكشن والشارب ستير بوردر هعرف اشوفهم برضه التوبانكتاي بانك تاي هعرف اشوفهم انما لو ما بعرفش اشوفهم بالعين وبالاكزامينيشن هما الكانيكولاي والاكريما ساك والنيزو دكت علشان كده دول هعمل لهم انفستيجيشن عشان اشوفهم شغالين ولا مش شغالين يبقى حضراتكم نفتكر الرسمه دي والاونة اللي بيفرق ممكن تبقى نتيجة ليد ابنورماليتيز سواء كان لوس اوف ذا شاربنس اوف ذا posterior بوردر او اكتروبيون او فيلير في اللاكرمال بامب او اوبستراكشن في اللاكرمال باسج سواء كانت بانكتاي او كلانيكولاي او ساك او نيزو لاكرمال داكت وفي الاخر النيزل abnormalities بنقول لحضراتكم ان الثلاثة اللي تحت دول هيدن والساك كبيرة وواسعة ما بتحصلش منها مشاكل المشاكل دايما بتبقى في الحتتين الهيدن لو انا اطمنت ان بقيه السيستم كله سليم بتبقى في الكناليكولي او في النيزو لاكريمال داكت وعشان كده دول هعمل لهم سبيشال انفستيجيشن اول حاجه اللوس اوف ذا شاربنس اوف ذا بوستير بوردر وده بيحصل في البليفريتس وفي الليد كروبوما وفي الليد جرانيلوما طبعا الاكتروبيون كاري ذا بانكتاي اواي فروم ذا جلوب وبتفقد بتاعه اللور والابر posterior بوردر عشان كده بيحصل فيها ابيفرا احنا خدنا قبل كده الاوبستراكشن في اللاكرمال باسج كله بالتفصيل سواء كانت افيرجن في البانكتاي او اوكلوجن في البانكتاي لوكانوكلاي أو الداكرو سيستايتس الفيرير أوف لاكرمال بامب أد إن كيسز أور أوربيكولاريس أو أتونيك دايليتيشن أوف ذا ساك زي اللي بتحصل في حالات الفيشيال بولسي <أخدام بأكلم> في عندنا نيزل كوزس للإبيفرا اللي هي النيزل بوليب والهايبتروفايد انفيرور تيربنت أو الماركت اللي إليفيتد نيزل سيبتم أو النيزوفارنجيال تيومر كل ديت هي أسباب الأبيفرا How to investigate a case of Epiphora؟ جاتلك عيان أو عيانة عنده أبيفرا هتعمل معاه إيه؟ Examination and investigation of Epiphora زي أي حالة بعمل history taking و systemic examination of the eye to determine the causes of lacrimation or epiphora وبعمل some investigation to detect the cause of this بسأله بس في physiological lacrimation ولا لا لان في بعض الناس بتيجي تشتكي انا لما بتاوب بدمع يا سيدي لما بتتاوب ما ان حضرتك لما بتتاوب او تكح او تتآية او تعطس يحصل physiological lacrimation طبعا ما فيش حد هيشتكي يقول لما بزعل بعيط لان دوت normal emotional Psychic lacrimation. بسأل على history of exposure to smoke or dust or foreign body أو أي injuries لأن دوت هيقولي إذا كان ده reflex lacrimation ولا حاجة تانية برضو بسأل على history of seven cranial nerve palsy أو facial palsy لأن دوت هيبقى indication للfarer of lacrimal bump بسأل على هيستوري اوف دراج انتيك بالذات اذا كان بياخد بايلو كاربين او ازرين او او سمباسو مايميتك الفيجن از افكتد اور نوت تيرنج اكمبرد باي بين اور ستينجنج اور ايتشنج اور نوت تحصل امتى الابيفرا وهو جوه البيت ولا هو ورا ولا هو بره البيت لان عندنا جريدنج للهبيفرا من الهيستوري اذا ما بيدمعش يبقى جريد زيرو نو ابيفرا إذا الابيفرا بتحصل اونلي اوت دور لما بيكون في ويندي تايمز يعني في رياح انه بتدمع بس ده جريد 1 جريد 2 اللي هو الابيفرا بتحصل لما بيطلع اوت دور مجرد ان يطلع بره البيت يحصل له ابيفرا وهو جوه البيت ما عندوش ابيفرا جريد 3 اللي هو الابيفرا اوت اند ان دور هعمل اكزامينشن سيستميك اكزامينشن اوف ذا اي and its adrenixia with a slit lamp to exclude causes of lacrimation سواء كانت في ال lacrimal gland او conjunctiva او في الكورنيا and to determine causes of epiphora سواء كانت في الليد مارجن margin او في البنكتاي او في ال او في الساك او في ال nasolacrimal duct لو راجعنا سريعا كده مع بعض ايه اللي ممكن يعمل ابيفرو لاكريميشن في الاي ليد في والبرفرايتس بتعمل ريفلكس لاكريميشن اللوس اوف شاربنس في البوستيرور مارجن اوف ذا لور اي ليد وفي البرفرايتس وفي الليد كولوبوما بيعملوا ابيفرا الفيشال بولسي والاوربيكولاريس باراليسيس بتعمل فيلير في اللاكريمال بامب وبتعمل لي ابيفرا برضه الليد لاكستي بتعمل لي ابيفرا اللاكريمال جلاند الداكرو ادينيتس والتيومر اوف لاكريمال جلاند بيعمل باثولوجيكال لاكريميشن البانكتاي الافنجر اوف بانكتاي والاول تايبس اوف اكتروبيون بتعمل ابوفرا اكلوجن اوف ذا برضه بيعمل ابوفرا الكانيلوكلاي الاستنوزيس والاكلوجن والكانيلوكلايتس بتعمل ابوفرا اللاكريما ساك لازم احس اللاكريما ساك كويس واشوف فيه ريجيرج ولا مفيش لان الداكروسيستايتس بتعمل لي وذر كرونيك اور اكيوت بتعمل لي بفرا كونجنكتيفايتس والكونجنكتيف الفورن بودي بتعمل ريفلكس لاكريميشن البانكيتيد كورنيال ستيرنج ابيثيليال فيلمنت ابريجن كونتاكت لينس بروكن سيوتشر كورنيال السر كورنيال فورين بودي كل الحاجات دي بتعمل في الكورنيا وهناخدها بالتفصيل ريفلكس لاكريميشن الكونجنتال جلوكوما بتعمل ريفلكس لاكريميشن والايرايتس برضه بتعمل ريفلكس لاكريميشن في انفستيجيشن كتيره بتتعمل لحالات الأبيفرة اولها الفلوروسين ستيننج علشان يصبغ المارجنال تير ستريب شايفين اللون الاخضر اللي موجود على اللور ايليد وعلى الابر ايليد الطبيعي انه يبقى 1 ملم ان هايت زي الابر ايليد انما لما يبقى عريض زي ما أنتوا شايفين في اللور ايليد ده معناه ان فيه ابيفرا او العين مليانة دموع الحاجة التانية الفلوروسين ديسابيرن تيست بحط فلوروسين واصبر عليه دقيقتين مفروض الفلوروسين خلال الدقيقتين دول بيكون ساب العين ونزل في اللاكريمال باسج للمناخير لو حضرتك بعد دقيقتين لقيت العينين لسه فيها فلوروسين زي العين اليمين في الصورة اللي تحت حضراتكم انا حطيت الفلوروسين في العينين الاثنين بعد دقيقتين لقيت لسه الفلوروسين موجود في العين اليمين بينما الشمال راح منه الفلوروسين نفس التست ده بعد ما عملته ادي العيان منديل واقول له نف فيه وفي الحاله ديت هيبقى عندي فلوروسين داي ابيرنت الفلوروسين بان في المخاط اللي نزل من المناخير ولا ما بانش ده اللي بنسميه فلوروسين داي appearance تيست ريجرجيتيشن تيست أو الريجرج تيست الطبيعي إن اللاكريما ساك فاضية يعدي فيها الدموع وتنزل النوز لو دوست عليها في أي وقت ألاقيها فاضية لو دوست فوقيها وبصيت على البنكتم ما يخرجش حاجة إنما لو دوست على اللاكريما ساك وطلع من البنكتاي سيراس فلويد أو ميوكس أو ميوكوباس أو باس يبقى في الحالة ديت هيبقى في ريجيرش أو في حاجة بترجع من الساك للعين. تعالوا نشوف الخطوات اللي بنعملها في الريجيرش تيست أو ريجرتيشن تيست بشد العين من بره وبجيب صباع الصغير تحت الميديا البربيرو ريجمنت وبص على البنكتم وأعمل بريشر وشوف وشوف البنكتم بيطلع فيها حاجه بيطلع منها حاجه ولا ما بيطلعش تعالوا كلنا نعمل مع بعض الجيركيشن تيست قدام المرايه حضراتكم شدوا الجفن الصغير كده اللي تحت دوت سنه صغيره بحيث تبقوا شايفين البنكتم وزحلقوا ايدك بالراحه انزل في اللاكريمل فوسه دوس على اللاكريمل ساك لو طلعت حاجه يبقى عدى عليا في العياده النهارده اخر النهار لان اكيد انت عندك مشكله في اللاكر مساك المفروض ان انت لما بتدوس عليها تبقى فاضيه ما فيهاش حاجه ساعات لما تدوس عليها تطلع سيريس فلويد او تطلع ميوكس او يطلع فرانك باس دوت لما يطلع حاجه يبقى اسمه بوزيتيف ريجيرج لما ما يطلعش حاجه ده نورمال وده النيجاتيف ريجيرج يبقى الطبيعي ان حضرتك لما تدوس على الساك ما تطلعش حاجه لانها فاضيه ويبقى كلنا عندنا ايه نورمال نيجاتيف ريجرش طب اذا طلعت حاجه طلعت بس او ميكو بس يبقى ده بوزيتيف ريجرش وده ديفينيت بروف اوف نيزو لاكرمال اوبستراكشن قبل ما نكمل بقيه الانفستيجيشن تعالوا نفتكر مع بعض احنا بنشخص الابيفرا علشان بس ما نتهش مع بعض وعرفنا ان بالاكزامينيشن هعرف اشوف اذا كان في ابنورماليتيز في الشاربنس في ليد ولا لا او في اكتروبيون يبقى عرفت خلاص المشاكل اللي في الليد برضه بالانسبكشن هقدر اعرف اذا كان البنكتاي فيها مشكله ولا ما فيهاش مشكله ودكاتره الانف واذن هيقولوا لنا اذا كان عندنا نيزل ابنورماليتيز ولا لا والساك واسعه وكبيره عشان كده دايما ما بتتسدش يبقى المشاكل الثلاثه اللي فاضل لنا دلوقتي على وجه التحديد اللاكريمال بامب هل في مشكله في اللاكريمال بامب او اوبستراكشن في الكاناليكولي او اوبستراكشن في النيزولاكريمال داكت والكانالكري ممكن تبقى بارشال اوبستراكشن او كومبليت اوبستراكشن والنيزو لاكريما داكت برضه ممكن تبقى بارشال اوبستراكشن او كومبليت نيزو او كومبليت اوبستراكشن تعالوا مع بعض نشوف الاختبار اللي بعده اللي هيخلينا نفرق ما بين الثلاث حاجات دي الاختبار ده اللي هو السيرينجينج ان انا احقن ماده صلاين جوه اللاكريمال باسج وده بعملهم بمرحلتين بروبنج اند ايريجيشن بعمل ديليتيشن للبانكتم وبعمل بروبنج للكانيكولاس وبدخل لاكريمال كانيولا واحقن فيها دايلوتد سلاين سوليوشن لما دخل حضراتكم في اللاكريمال باسج كانيولا واحقن دايلوتد سلاين سوليوشن عندي احتمال من ثلاث احتمالات ممكن تحصل الاحتمال الاولاني ان الميه الملح الصالين دوت ينزل والعيان يحس بيه بزوره ويستطعمه، ينزل في مناخيره وينزل له زوره، أو اضطر أدوس جامد فرص كتيرة علشان أنزل الملح دوت، أو الملح ما يعديش خالص، يبقى دول التلات احتمالات اللي ممكن يحصلوا. If the saline pass to the nose and the throat of the patient, this indicates patent lacrimal passage. لو عدى الصالين من غير بالفورس العادية بتاعت الإيه؟ بتاعت السيرنجنج يبقى ده معناه patent lacrimal باسج طب لو اضطريت ابقى اعمل بريشر جامد علشان اعدي السلاين if the saline only pass under the pressure this indicate presence of partial nasolacrimal -like obstruction او partial canalicular obstruction الاثنين ممكن يبقوا عندي برضه طب اذا الملح ما عداش اذا fluid cannot pass to the nose total obstruction is present طيب يا ترى لما انا بحقن ما الملح ده لازم الصلاين دايركت لازم يرجع تاني انا مش مش راضي اعدي هيرجع فين هيرجع هيبقى عندي احتمال واحد من اتنين يا اما يرجع من نفس البنكتم اللي انا بحقن فيها يا اما يرجع من البنكم الثانيه يعني تخيلوا حضراتكم ان انا بحقن من هنا وراح رجع لي الصلاين من نفس البنك دي او انا بحقن من هنا فرجع لي من البنك تم اللي فوق اذا رجع لي من نفس البنك تم اللي انا بحقن فيها يبقى معناها الاوبستراكشر موجود في نفس الكاناليكولي دي يعني تخيلوا حضراتكم لو انا بحقن من اللور في اللور كاناليكولي وبعد كده في لا هنا ابستراكشن راح راجع من نفس الايه من نفس البنك تم يبقى اكيد الكاناليكولي دي هي اللي مسدوده طب لو انا بحقن وراح بحقن من اللور بانك وراح طلع لي من الابر بانك ده, ده اللي انا بحقنه هنا طلع لي من الابر بانك في احتمال من الاحتمالين يا اما ان الكومن كان ديت مقفوله عشان كده الفلويد دخل هنا وراح راجع من الابر بانك ده. او الاحتمال الثاني ان الفلويد دخل وملى الساك كلها ونزل لقى اوبستراكشن في النيزو لاكر الضغط فراح راجع وطلع منين من الابر بانكتم. طب واحد يقول لي ما طلعش من اللور بانك ليه ما اللور بانك عنده مسدوده بالكانيولا الكانيولا محطوطه فيها فعنده ده السكه دي ايه اسهل فيطلع من فوق طب يبقى لو حقنت من بانكتم او من كانيكلو، وطلعت الميه من الكانريكلي الثاني عندنا احتمالين يا يعني اما كومن كانريكلر اوبستراكشن يا يعني اما نيزو ايه اوبستراكشن اعرف ازاي احط ايدي على مكان الساك وانا بحقن لو لقيت الساك ديستندد تحت ايدي وانا بحقن ده معناها ان الفلويد دخل وملاها لو لقيت الساك امتي ده معناها ان الكومة كاناليكولار هي اللي ايه هي اللي مسدودة يبقى شكرا للاختبار ده لان الاختبار ده قال لي اذا كانت الكاناليكلي فيها كومبليت اوبستراكشن ولا لا واذا كانت النيزو لاكريمال فيها كومبليت اوبستراكشن ولا لا فاضل ثلاث حاجات لسه انا المفروض ان انا ادور عليهم في لاكرمال بامب فيلير ولا لا في بارشال كانيكولر اوبستراكشن او بارشال نيزو لاكرمال اوبستراكشن الاختبار التاني اللي انا هعمله عشان يميز لي بقيه الحاجات اللي فاضله اسمه جونز داي تيست الخواجه جونز دوت عمل اختبار علشان يشوف البيتنسي of the entire excretory system and to differentiate between obstruction and over secretion and to detect lacrimal pump failure but has no role in total obstruction <applause> لو انا عندي total obstruction مش هيبقى ليه رول طب ما خلاص ما انا عندي total obstruction عرفت التوتال total obstruction الثانيه فكره التيست فاكرين الاعلان اللي بيقول القطنه ما بتكدبش فكره التيست ايه؟ ان انا بحط فلورسين في ال وبقين قطن أبليكيتور بدخله في النوز تلاتة وثمانية من عشرة ملليمتر عشان يخش يبقى في الانفيروميتس وبحط عليه لوكال انسيتكس علشان ما يعملش اريتيشن للنوز واشوف بصبر من دقيقتين لخمس دقايق اشوف الفلوسين ظهر ظهر في الايه في القطنه ولا لا ده نفس الفكره اللي كنت بستخدمها في الفلوروسين ابيرنس تيست لما كنت بقول لعيال نف هيبقى عندي حاجه من الاتنين يا اما القطنه يطلع لونها فيها الفلوروسين فده يبقى ده بوزيتيف تيست يا اما يبقى القطنه تطلع ما فيهاش فلوروسين وده يبقى في الحاله ديت نيجاتيف تيست اذا الفلوروسين اذا القطنه طلعت مصبوغه بالفلوروسين يعني الفلوروسين ستيند ذا كوتون ده بيبقى بوزيتيف تيست وده انديكيت بيتنت اند فانكشنال functioning excretory system يبقى السيستم بتاعي كويس ومظبوط ولو ده حصل ارجع ابص على العيان تاني ممكن يكون عنده كوز أوف لاكريميشن وانا ما خدتش بالي. طيب لو العيان التيست طلع نيجاتيف يعني القطنه ما طلعش فيها فلوروسين في ده معناها excretory function or failure or obstruction يعني هيبقى عندي يا اما البامب هي اللي مش شغاله يا اما في obstruction فين؟ في اللاكريمال باسج علشان اميز بين بعمل الاختبار التاني ايه هو الاختبار التاني اللي هو سكندري دايتست او سكندري جونز تيست والسكندري دايتست انا بعمل برايمري تيست طبيعي بس بعمل معاه كمان irrigation اوف ذا لاكريمال باسج باي سيرنجنج بدخل كانيولا وفيها صلاين واحل كويس الكلام ده بعمله بعد ما بغسل العين كويس قوي ليه بغسل العين كويس قوي علشان اشيل اي ريمنت من الفلوروسين موجود فيها طيب الفلوروسين فين دلوقتي يا جماعه الفلوروسين دلوقتي ليه ثلاثة احتمالات اول احتمال انه يكون في العين وانا غسلته خلاص ف سيستم كله فاضي ما فيهوش فلوروسين لان عندي بامب فيلر او ما دخلش العين ما دخلش الساك علشان عندي كان اوبستراكشن فبالتالي برضه ما فيش فلوسين بعد ما اغسل الفلوسين هنا مش هيبقى فيه فلوسين او يبقى مالي الساك لان فيه اوبستراكشن في الليزو لاكرم يبقى الثلاث احتمالات دول اللي انا هشوفهم يا يعني اما ما فيش فلوسين في الساك خالص لان في بامب فيلير او في كان اوبستراكشن يا يعني اما الساك مليانه لان في نيزو لاكرم اوبستراكشن تخيلوا حضراتكم بقى لما دخل هنا سيرنج سيرنج وحقن هنا هينزل ايه؟ وهنا هينزل ايه؟ وهنا هينزل ايه؟ لو حقنت هنا وكان في بامب فيلير اكيد هينزل صلاين بس هينزل صلاين من غير فلوروسين لان مفيش فلوروسين وهنا لو عندي بارشل اوبستراكشن وانا حقنت برضه هنزل صلاين لان هينزل صلاين بس مش هينزل معاه فلوروسين انما لو كان عندي البارشل اوبستراكشن هنا موجود في النزول أكرم الضغط لما أحقن هينزل صلاين وهينزل معاه فلوروسين ويبقى الإحتمالات اللي عندنا أقول التيست بوزيتيف أو نيجاتيف إزاي؟ بعتبره نيجاتيف إذا ما نزلش صلاين في الثرود ولا فلوروسين كام فروم نوز يبقى ده نيجاتيف خلاص الصلاين ما عداش يطلع بعتبره بوزيتيف إمتى؟ إذا الحيان حس بالصلاين in his throat ومعاها كمان coming of the fluorescein from the nose يبقى ده بالحاله دي بوزيتيف خلاص تعالوا بقى نشوف النتائج اذا الداي فيرست داي تيست كان نيجاتيف والسكند داي تيست كان نيجاتيف برضو يبقى ده معناها عندي ايه توتال اوبستراكشن مقفوله تماما فعشان كده الفيرست داي كان نيجاتيف برضو لما دخلت وحقنت مقفوله تماما فعشان كده ايه برضه نيجاتيف طب كويس اذا البرايمري تيست نيجاتيف ولكن السكندري تيست بوزيتيف ده معناها ان الاكسكريتوري باسج از بارشل بلوكت او في بامب فيلير يعني لما عملت فيرست ما عداش انما لما حقنت كان عندي تغلبت على البامب او كان عندي بارشل اوبستراكشن البارشل اوبستراكشن ايه مع البريشر اتفتح تعالوا نشوف العيان هيخرج من مناخيره وزوره ايه؟ اذا العيان حس بصلاين بس ما طلعش فلوروسين من النوز ده معناها حاجه من الاثنين معناها ان الكاناليوكري مسدوده او معناها ان في بامب فيلير فما كانش فيه فلوروسين فين في الساك يبقى لما العيان يقول لي انا حاسس بالصلاين في بقي وفي نفس الوقت مناخيره ما تنزلش فلوروسين يبقى الاحتمال عندي يا بامب فيلير يا بارشر كاناليوكرال اوبستراكشن طب لو العيان حس بالصلاين في زوره وفي نفس الوقت الفروسين كام فروم ذا نوز ده معناها ايه؟ بارشال نيزولاكرم اوبستراكشن وده كان الاحتمال الثالث. تهنا؟ لا ما تهناش. نجمع الاختبارين كلهم مع بعض علشان ما نتهش. هعمل البرايمري دايتيست. طلع بوزيتيف يعني ايه؟ معناها في بيتن درينج سيستم. يعني معناها تراجع نفسك انت ممكن تكون تشخيص الابيفرا غلط وممكن يكون العيان ده عنده لاكريميشن ده لو طلع بوزيتيف لان الايه الداي عدى من اول مره لو طلع نيجاتيف هعمل ايه السكندري داي والسكندري داي لو طلع نيجاتيف تاني قلنا نيجاتيف نيجاتيف يعني كومبليت اوبستراكشن ما طلعش سلاين وما طلعش داي يبقى ايه ده كومبليت اوبستراكشن طب عملت السكندري داي طلع بوزيتيف هسال نفسي هو نزل سلاين وداي ولا نزل سلاين بس اذا نزل سلاين وداي يبقى معناها بارشل اوبستراكشن في الليزو لاكريمال ايه داكت اذا نزل سلاين بس يبقى حاجه من الاثنين يا بامب فيلير يا بارشل اوبستراكشن اوف ذا كانيليكولاي خلوا الصوره دي قدامنا ونرجع قولوها مع بعض لوحدكم وقولوا لما اعمل البرايمري داي ويطلع بوزتيف ايه اللي هيحصل ولو طلع نيجاتيف ايه اللي هيحصل <applause> بيقولوا ان الاختبار ده has no localizing value ما بيقولكش الليفل بالظبط فين اللي فيه الاوبستراكشن ولكن شكرا للاختبار ده لان خلانا نشخص اللاكرمال بامب فيلير والبارشال كانريكولار اوبستراكشن والبارشال نيزو لاكرمال اوبستراكشن عاوز تعرف الليفل بالظبط اللي فيه الاوبستراكشن خش بالبروب واعمل Diagnostic بروبنج This is done when syringing with saline and adrenaline failed. يعني عندي ابستراكشن ابتدي اعمل دايليتيشن للبانكتم زي ما قلنا قبل كده وشرحنا البروبنج وبعد كده ادخل البروب 2 ملم mm فيرتيكال وبعد كده 6 5 ملم mm هوريزونتال لغايه لما ايه يخبط في اللاكريمال بون لو خبط في اللاكريمال بون هيبقى عندي حاجه اسمها هارد ستوب تحس ان انت بتخبط في عظمه انما لو ما دخلش وكان في عندي كاناليكولار اوبستراكشن سواء كانت في الابر كاناليكلي او في الكومر كاناليكلي هبص الاقي البروب بيخبط في حاجه طريه ده احنا بنسميه سوفت ستوب ولما الاقي البروب بيقف معايا في سوفت ستوب ده معناه ان في كاناليكولار اوبستراكشن لو وصلت لغايه الساك وحسيت بالهارد ستوب ان انا خابط في عظمه اغير اتجاه البروب وانزل داونورد باكورد اند لاتري لغايه لما يخش في نزل اكرم داكت علشان يوصل للنوز مهم جدا انك تعمل بروبنج تعمل ايفالويشن للابر كاناليكلي والبانك تام وبرده اللور كاناليكلي والبانك تام البروب اللي ما بيوصلش للنوز معناها ان في عندي باسج اوبستراكشن ممكن اعمل radiological examination يساعدني بعمل برين اكس راي علشان اشوف النيزل بون والنيزل ساينسز بعمل حاجه اسمها دكتور سيستوجرافي ودوت بجيب ماده ريديو بيك اسمها ليبيدول احقنها في الكناليكلي وبعد كده اخد سيريال اكس راي عشان اشوف في عندي فيلينج ديفكت في حالات التيومرز او رات تيل ابييرنس في انديكيتنج الستريكشر طبعا باللي بدول بيخليني اعرف الليفل بتاع الاوبستراكشن بالظبط يعني الساك مليانه لغايه هنا بينما الساك وقفت ايه لغايه هنا يبقى ده الليفل بتاع الاوبستراكشن موجود في اي حته بالظبط ممكن استخدم الجاما ريز والسترونشام 90 عشان اعمل حاجه اسمها دكتور سنتلوجرافي ودوت بيقول لي عن طريق الراديو اكتيف ماتيريال اللاكريمال سكريشن واقف فين بالظبط لازم دكاتره الانف واذن زمايلنا يشتغلوا ويقولوا لنا اذا كان في بوليب او تيومر او ديفيتيد سيبتم أو أي كوز عاملة لي الإبيفرة. بكده نبقى وصلنا لإن احنا عرفنا جميع أسباب الإبيفرة اللي موجودة عندي عن طريق الكيرفول Careful Examination and this تريتمنت Treatment of Epiphora هو Treatment of the Cause. طبعاً لو جالك سؤال في الامتحان آخر السنة Treatment of Epiphora ما تكتبلوش الأربع كلمات دول تريتمنت وذا كوز إنما لأ لازم تفتكر الكوزس وبيفرأ وتكتب تريتمنت لكل أيتم منهم قبل ما أسيبكم النهارده لكم يا ترى لو قلت لكم نكتة جديدة أول مرة تسمعوها هتضحكوا عليها أكيد طبعاً هتضحكوا عليها بس لو حكيتها لكم مرة تانية الضحك هيبقى أقل ولو حكيتها لكم مرة ثالثة مش هتضحكوا كتير ولو حكيتها لكم مرة عشرة أكيد هتبقى بايخة ومش هتضحكوا عليها. بما إن حضرتك ما بتعرفش تضحك على نفس النكتة أكتر من مرة بنفس القوة والحيوية أرجو لما حاجة تضيع منك ما عليها أكتر من مرة. للأسف الشديد الإنسان عنده قدرة إنه يتذكر الألم ويعيط عليه بعد 3 أربع سنين بنفس الحرقة اللي كان بيعيط عليها لما حصلت معاه أول مرة بما إن حضرتك ما بتعرفش تضحك على النكتة نفسها أكتر من مرة أرجو إن أنت تعيط على الحاجة اللي ضاعت منك مرة واحدة بس اتعلم الدرس ما تعيطش غير مرة واحدة وحاول ما تضيعش حاجة منك أبداً وبكده نبقى خلصنا الدرس الرابع لللاكرمن وانت كل مره تقول بكده طب من غير كده كده خلصنا الدرس الرابع اللي كان عنوانه watering the اي يفضل لنا موضوع واحد بس في اللاكرمن اللي هو dryness هنشوفه مع بعض في الفيديو الجاي ان شاء الله ذاكروا كويس بايت بقيت بايخ كل شويه تذاكروا كويس طب ذاكروا نص نص لغايه ما اشوفكم في الدراينس تذاكروا كويس ان شاء الله وما تنسوش تدعوا واشوفكم على خير صباح الخير او مساء الخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته